إذن هي السادسة في القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. هذه قراءة إخبارية مفصلة على شاشة القاهرة، ومستهلنا مع دانا كولو. تفضل يا دانا. أهلا تامر، أهلا بحضراتكم، والبداية بأبرز العناوين. شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية بطائرة F-35 استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. وزير الدفاع الإسرائيلي يصدق على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب العالم بتحمل المسؤولية عن وقف جرائم إسرائيل وعدم إرسال الأسلحة إليها. ومن عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها، والبداية بتطورات الأوضاع في لبنان. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري. إذن أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية لغارة للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان جيش الاحتلال قد شن غارة جوية استهدفت شقة في مبنى سكني في حي القائم بالضاحية الجنوبية. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال استهدف الشقة ب3 صواريخ أطلقت من طائرات F-35، وأنها جاءت ردا على إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب أمس. إذن هذه بعض من ملتقطات متابعة ما يدور في جنوب لبنان حول استهداف حزب الله إلى الشمال من إسرائيل، مع اعتراض القبة الحديدية كوسيلة دفاعية أولى تنتهجها إسرائيل في محاولة اعتراض مثل هذا النوع من الصواريخ، وهو النهج الذي اتبعه حزب الله منذ بداية هذه المعارك والتي تظهر في أقصى أفق سماء شمال إسرائيل والمنطلقة من جنوب لبنان. وما دلنا مع هذه الملتقطات من الصور التي تحاول أن ترصد بعضا من جوانب الصدام بين حزب الله وبين إسرائيل، مدينة صورة اللبنانية هي الأخرى تشهد سماؤها هذه الزخات من الصواريخ، ومقابلها ما يأتي اعتراضا مما تقابل من هذا الصدام بين حزب الله وإسرائيل منذ اشتعال الصراع والصدام بين الجانبين منذ أحداثه المتوالية، حتى الأعمال الأمنية المخابراتية التي طالت الضاحية الجنوبية وبعضا من عناصر حزب الله وصولا إلى هذه الزخات الصاروخية وتبادل إطلاق النار الصاروخي والمدفعي بين الجانبين، في ما يؤشر على احتمالية تصعيد هذا المشهد الذي نتابعه دقيقة بدقيقة وصورة بصورة. وهذا هو التقاطنا الأول في المشهد في لحظته الآنية، وما يجري في سماء لبنان على اتساعه تحديدا في المنطقة الجنوبية وما فوقها. من بلدة الكحالة مراسل القاهرة رمضان المطعاني. رمضان، اطلعنا، الصور الأولية تتحدث عن بعض من مشاهد الصدام الصاروخي في سماء لبنان على اتساعها من المنطقة الجنوبية، كيف تشاهد وما يدور في شأن ذلك؟ نعم تامر، يعني نحن متواجدون الآن في منطقة الكحالة التي
على إثرها كانت هناك إحدى الاستهدافات للمسيرات الإسرائيلية لإحدى السيارات المارة في هذا الطريق العام. هذه السيارة التي تم استهدافها عبر صاروخين ليس بهما رؤوس انفجارية، ولكن تمت إصابة قائد هذه السيارة في ساقه، وكان برفقته بعض طفلين وكذلك امرأة على إثرها. تم نقل هذا المصاب إلى المستشفى، وكل ذلك بحسب شهود العيان هنا في هذه المنطقة الذين شاهدوا إطلاق هذه المسيرة الصاروخين. ولكن حتى الآن التامر ما زالت هناك حالة من الاستنفار الأمني في محيط هذه السيارة، ووجود كم كبير من أفراد الشرطة والجيش في هذه السيارة، وأيضا عدد كبير من السيارات التابعة للجيش اللبناني. إذن كان هناك بعض شهود العيان الذين أكدوا لنا أن هناك أحد الصواريخ الذي لم ينفجر حتى هذه اللحظة داخل السيارة ويتم التعامل معه. أيضا كانت الإصابة التي خلفت بعض من التناثر في السيارة، ولكن هي بقوة انفجارية قليلة للغاية. إذن هو أحد الأسلحة الصواريخ الدقيقة جدا ذات الهدف الدقيق التي يعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر عبر إطلاقه من هذه المسيرة، والتي استهدفت الزجاج الأمامي بفتحة صغيرة جدا والتي أصابت قائد هذه السيارة. ولكن بحسب أيضا شهود العيان أن هذه الإصابة في القدم ولم تكن إصابة مميتة، تم على إثرها نقله إلى المستشفى. أيضا اليوم ومنذ قليل كما كنا في موقع الحادث الآخر وهو الخاص بالضاحية الجنوبية، حتى الآن بحسب الحصيلة الأولية جراء هذا الاستهداف من غارة جوية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وقع قرابة 4 شهداء إلى قرابة 15 من المصابين حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى بعض التلفيات المادية الجسيمة سواء في البناية التي تم استهداف الطابق الثاني والثالث لها، وبالإضافة أيضا إلى محيط هذه البناية الذي شهد أضرار مادية جسيمة سواء على مستوى المحال التجارية التي هشمت الواجهات الخاصة بها وبعض الخسائر المادية، وكذلك الكم الكبير من السيارات التي أيضا تم التعامل معها بعد تهشيمها ولحق بها أضرار مادية أيضا جسيمة جراء أن أغلب الجدران من الطابق الثاني والثالث سقطت على محيط كافة هذه البناية وألحقت هذه الأضرار الكبيرة أيضا بشبكة الكهرباء في الشارع الرئيسي في هذه المنطقة، وهي شبكة الكهرباء ذات الأسلاك الهوائية تضررت أيضا بشكل كبير. ولكن اللافت في هذا الاستهداف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أن البناية سواء من الناحية الأمامية أو من الجهة الخلفية لهذه البناية بشكل كامل كل هذه الجدران سقطت. إذن هو بعض التفسيرات التي جاءت عبر شهود العيان أن هذه الصواريخ ربما جاءت من الواجهة الأمامية حتى اخترقت كافة الوحدة السكنية وخرج الصاروخ بقوة انفجارية من الجانب الآخر. لذا هناك بعض يعني التجديد الأمني الآن الذي يجرى في هذه المنطقة، ربما يتم التعامل مع هذه السيارة وربما مع الصاروخ الآخر الذي لم ينفجر لإبطاله والتعامل معه حتى هذه اللحظة. نعود تامر إلى الضاحية الجنوبية وهذه الخسائر التي كنا نتحدث عنها سواء في الأرواح أو الخسائر المادية، وهذا هو الاستهداف السادس للضاحية الجنوبية على التوالي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم اغتيالات عمليات اغتيالات في صفوف حزب الله، منها بعض هذه الغارات التي نجحت ومنها من الغارات الأخرى التي فشلت في عمليات الاغتيال لقادة حزب الله. كنا الأمس أيضا كان هناك إحدى الغارات اللي في منطقة الغبيري والتي وقع على إثرها عدد من الجرحى وعدد من الشهداء، وأيضا كانت بكثافة تفجيرية أعلى من كثافة تفجير اليوم في الضاحية الجنوبية في منطقة
القائم وفي منطقة أيضا الضاحية وفي منطقة الضاحية الجنوبية. حتى هذه اللحظة نحن الآن في منطقة الكحالة وهي التي تبعد عن بيروت قرابة 15 كيلومترا. ما زالت التجديدات الأمنية حتى هذه اللحظة من قبل قوات الجيش اللبناني. وعقب هذا الحادث كانت هناك يعني اكتظاظ مروري كون هذا الطريق هو الذي يصعد من الكحالة إلى الجبل في الأعلى ومنطقة الكحالة التي تتبع محافظة جبل لبنان. هذا الطريق كان مغلق بشكل كامل جراء هذا الاستهداف والتعامل مع هذه السيارة التي كانت تسير في هذا الطريق العام وتم سحبها إلى أحد الأماكن ويتم الآن التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية. ليك تامر. شكرا. هذا هو رمضان المطعني موفد القاهرة الإخبارية إلى لبنان ومن بلدة الكحالة كان متحدثا معنا. سنعود إليك بعد ذلك رمضان. إذن نتابع هذا الاستهداف الجوي وهذا الملتقط الذي نسعى إلى رصده من خلال بعض من مشاهدنا في خلال نوافذنا المقسمة أمام حضراتكم على هذه الشاشة ابتداء صور والحديث عنها يطول. أما الصورة الأخرى فتتحدث من قرية رميش وهي قرية لمن لا يعلم بعضا من بياناتها تقع في قضاء منطقة بنت جبيل الواقعة في الجنوب اللبناني تحديدا على المنطقة القريبة من الحدود اللبنانية مع إسرائيل وتعرف بتضاريسها الجبلية الكثيفة وخضرتها التي لا تلتقطها الصورة في هذه الأثناء حيث مسعانا هو التقاط ما يدور في سماء هذه المدينة التي تقع في الجنوب اللبناني وهي القرية التي تتمتع أيضا بمكانة دينية بسبب وجود عدد من الكنائس القديمة والمزارات التي تعود إلى فترات تاريخية قديمة وتعتبر مركزا مهما للمسيحيين الموارنة في هذه المنطقة الجنوبية والتي تشهد أيضا صداما نرصده من خلال هذه النافذة في إطار الصدام الدائر ما بين حزب الله وبين إسرائيل. أفاد مراسلنا باستهداف جيش الاحتلال سيارة في منطقة الكحالة في قضاء علي بمحافظة جبل لبنان. كما أفاد كذلك مراسلنا بوقوع غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت مرتفعات جبل الريحان جنوبي لبنان. وأشار مراسلنا إلى غارات إسرائيلية أخرى استهدفت عدة بلدات في منطقة البقاع الواقعة شرقي لبنان، إضافة إلى غارة في بلدة جبشيد في قضاء النبطية الواقعة في جنوب لبنان. كان طيران الحربي الإسرائيلي قد شن في وقت سابق اليوم شن غارتين على بلدتي كفر تبنيت وكفر مان بقضاء النبطية وعلى بلدات البازورية والمجادل وطيردبة الواقعة في الجنوب اللبناني. كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن وزير الدفاع يوآف جالانت صدق على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية لإسرائيل. وأضافت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن وزير الدفاع أكد استمرار عمليات القصف والغارات الجوية على جنوب لبنان في إطار العملية الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن اللواء السابع أجرى تدريبا عسكريا قرب الحدود مع لبنان. وأضاف جيش الاحتلال في بيان له بأن التدريبات العسكرية التي تتم حاليا على مقربة من الحدود مع لبنان تحاكي سيناريو الاجتياح البري الذي تزعم إسرائيل أنها قد تقوم به. كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلاته قصفت بنية تحتية على الحدود اللبنانية السورية بزعم وقف نقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله داخل لبنان ليستخدمها ضد الإسرائيليين. وقال جيش الاحتلال إنه سيواصل توجيه الضربات والتحرك ضد ما سماه محاولات حزب الله للتسليح نفسه وضد ما زعمه من نقل الأسلحة إلى لبنان من الأراضي السورية. أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية أن ضربة إسرائيلية أصابت الجانب السوري من جسر صغير يصل إلى لبنان. وأضاف كذلك وزير النقل اللبناني إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المعبر لا يزال صالحا للاستخدام أم لا، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه قصف موقعا لنقل الأسلحة من سوريا نحو لبنان على حد زعمه. يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الطائرات المقاتلة الحديثة في غاراتها على لبنان خاصة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وتشترك في الغارات الإسرائيلية طائرات مقاتلة مثل F-35 وF-15 وF-16 وطائرات أخرى من الاستطلاع والمسيرات. مزيد من العرض مع الزميل حسان بشير.
تشن إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان مستخدمة أحدث الطائرات المقاتلة في العالم في محاولة منها لاستهداف عناصر حزب الله وتدمير قدراته العسكرية. غارات أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين جراء هذه الغارات، ولم تنجح إسرائيل في هدفها حتى الآن. المقاتلة F-35 من أهم الطائرات المشاركة في العدوان الإسرائيلي على لبنان، تتميز بقدرتها على تدمير الدفاعات الجوية من مسافات بعيدة وتنسيق الضربات والاستطلاع والدعم الجوي نظرا لإمكانياتها الهائلة، كما أنها تتميز بقدرتها على التخفي ومجابهة أهداف جوية وبرية عدة، وذلك في توقيت متزامن. المقاتلة F-35 والتي تنتمي إلى الجيل الخامس تستطيع شن حرب إلكترونية للتشويش على الرادارات ولشل الاتصالات، إلى جانب التقاط بيانات ساحة المعركة مع نقلها إلى مراكز القيادة. إسرائيل تمتلك من الطائرة سربين، وقد تعاقدت مع واشنطن على سرب ثالث آخر. ما يرفع إجمالي طائرة F-35 العاملة في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75 طائرة. الطائرة الأخرى المشاركة في العدوان الإسرائيلي على لبنان هي الطائرة F-15، تشكل العمود الأساسي للقوات الجوية الإسرائيلية. إسرائيل تمتلك 4 أسراب من مثل هذه الطائرة، شارك معظمها في عدد من الحروب التي شنها الاحتلال على لبنان وسوريا واليمن وإيران وعلى قطاع غزة. تصنف الطائرة التي تنتجها شركة بوينغ الأمريكية أنها طائرة تفوق جوي، وهي اعتراضية هجومية. يبلغ طول جناحيها نحو 13 مترا، يصل طولها إلى نحو 20 مترا، يبلغ ارتفاع هذه الطائرة 5.5 مترا. تستطيع أن تحمل صواريخ وقذائف عدة، وتضم أيضا أنظمة إلكترونية وأنظمة تحكم تمكنها من تتبع ومهاجمة طائرات العدو أثناء العمل في المجال الجوي. إسرائيل تعاقدت مؤخرا على شراء 50 طائرة إضافية جديدة منها من الولايات المتحدة الأمريكية. تشارك الطائرة المقاتلة F-16 أيضا في العدوان الإسرائيلي على لبنان، تعتبر من أوائل طائرات الجيل الرابع التي دخلت الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي، تحديدا في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي. وبعد وقت قصير من استلام إسرائيل أولى مقاتلات F-16، استخدمتها تل أبيب لتدمير مفاعل أوزيراك النووي في العراق في العام 1981. إسرائيل تمتلك حاليا أسطولا من مقاتلات F-16 يتألف من 250 طائرة مقاتلة، حيث تعتمد إسرائيل على السلاح الجوي بشكل مكثف، وذلك في عملياتها العسكرية. أيضا تستخدم إسرائيل عدة طائرات للاستطلاع الجوي في عدوانها على لبنان، سواء كانت مأهولة أو مسيرة، مثل طائرات سيسنا 208، نحشون، بوينغ 707، سي 130. أيضا تستخدمها إسرائيل جميعها في عمليات الاستطلاع والرصد وفي تتبع عناصر حزب الله وفي اجتماعاتهم في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. على الرغم مما تمتلكه إسرائيل من تكنولوجيا تسليحية متطورة هي الأحدث في العالم بلا شك، إلا أن هذه الإمكانيات لم تحقق نظرية الأمن والردع الإسرائيلي كما يزعم قادة الاحتلال، ولم تحقق نصرا حقيقيا خلال استخداماتها الأخيرة في قطاع غزة والآن في لبنان.
وينضم إلينا من رميش بجنوب لبنان مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. مصطفى بعد التحية، ما هي آخر التفاصيل لديك بعد تجدد القصف على جنوب لبنان؟ يعني أولا عمليات ما زالت مستمرة، وغارات، سلسلة من الغارات ما زالت تجرى على الجنوب اللبناني هنا في القطاع الأوسط، ونحن في بلدة رميش. هذه البلدة ومحيطها الذي تعرض لغارات عديدة على مدار هذا اليوم، كانت آخر هذه الغارات منذ أقل من نصف ساعة على بلدة عيتا الشعب التي تعرضت لقصف مدفعي خفيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بخلاف طائرات الاحتلال التي أغارت منذ أكثر من 3 ساعات على بلدة صريفة وأيضا بلدة رشيف في القطاع الأوسط الجنوب. أيضا كانت بلدة عيتا الشعب هي الأخرى تعرضت في صباح هذا اليوم لغارات عديدة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن تواصل هذه الغارات على الجنوب اللبناني بقطاعاته 3، الشرقي والغربي والأوسط. والآن وفي هذه الأثناء يعني هناك غارات عديدة على محافظة النبطية وضواحي هذه المحافظة في إطار ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسيع لمدى الغارات التي أصبحت لا تمتد فقط إلى بلدات وقرى الجنوب اللبناني المتاخمة للحدود مع الأراضي المحتلة، بل تمتد إلى الطرق الرئيسية الواقعة والرابطة ما بين محافظات الجنوب والنبطية وصولا إلى صيدا وصور، ومن ثم بعد ذلك الاتجاه إلى العاصمة اللبنانية بيروت التي طالتها ومنذ أكثر من ساعتين استهدافات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على ضاحيتها الجنوبية. لذلك فاستمرار الغارات على الأراضي اللبنانية مختلف في مختلف الأماكن لكن ما زال مستمر. وكنا قد تحدثنا ظهر هذا اليوم عن سلسلة من الغارات التي وصلت إلى أكثر من 150 غارة على البقاع الشرقي، واستهدفت عديد من المدن مثل بعلبك، هذه المدينة التي تعرضت هي وضواحيها إلى غارات كثيفة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية التي تحدثت عن يعني عشرات من الشهداء جراء هذه الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال على الجنوب اللبناني وعلى البقاع الشرقي الذي شهد اليوم موجة كبيرة من التصعيد، ربما كانت هي الأعنف على البقاع الشرقي وصولا إلى المنطقة الشمالية والمعابر الفاصلة ما بين الأراضي السورية وما بين الأراضي اللبنانية في إطار أيضا عمليات النزوح. هناك أيضا آلاف من اللبنانيين الذين فروا من ولايات كل هذه الغارات إلى الأراضي السورية، وكان استهداف المعابر هو استهداف للمدنيين اللبنانيين في إطار ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجمات ليس فقط على مقاتلي حزب الله والأماكن التابعة للحزب والتمركزات العسكرية ومخازن الأسلحة، بل كل هذه الأمور طالت المدنيين في كل الدولة اللبنانية. نتحدث عن يعني مئات من الشهداء حتى الآن منذ بداية هذا التصعيد الذي وصف بأنه التصعيد الأكبر في المواجهات ما بين إسرائيل وما بين حزب الله، بالإضافة أيضا إلى آلاف من الجرحى والمصابين الذين اكتظت بهم مستشفيات الدولة اللبنانية، سواء كانت المستشفيات في الجنوب اللبناني أو في العاصمة اللبنانية بيروت أو في كل المدن اللبنانية. أيضا يعني منذ قليل كان هناك بعض الرشقات الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان في اتجاه عديد من المواقع والثكنات العسكرية، سواء كان ذلك في الجليل الأعلى أو الجليل الغربي، وبعض هذه الرشقات الصاروخية كان طويل المدى حيث طال مدينة حيفا من حيث الشمال والشرق، واستهداف إحدى المصانع التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما يدلل على أن حزب الله بات هو الآخر يطور من هجومه تجاه الأراضي المحتلة والأماكن التابعة والخاضعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. نعم، أشكرك كل الشكر الزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من رميش جنوب لبنان. أعلنت إسرائيل أنها ستحصل على حزمة مساعدات أمريكية قيمتها 8 مليارات و700 مليون دولار لدعم جهودها العسكرية الجارية حاليا. وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن حزمة المساعدات الأمريكية تشمل 3 مليارات و500 مليون دولار للمشتريات الأساسية في زمن الحرب، و5 مليارات و200 مليون دولار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف الجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة، ومنها قتل الأطفال والنساء. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد عباس بأن العالم أجمع يتحمل مسؤولية وقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة.
جددت مصر تحذيرها من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى، وستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة تصعب السيطرة عليها. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد الخطير، مطالبة بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم بغزة ولبنان، كما تؤيد جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل إلى تلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة. وشدد البيان على أن مفتاح تلك التهدئة يظل مرتبطا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لحل الأزمة بين إسرائيل وحزب الله. وحث كذلك وزير الدفاع الأمريكي إسرائيل على اللجوء إلى الدبلوماسية مشددا على أنها الطريق الأسرع لتحقيق هدفها المتمثل في إعادة السكان إلى منازلهم في شمال إسرائيل. نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ما تم تداوله بشأن توقيعه على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي عاموس هاكستن. وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى ترحيب ميقاتي بالبيان المشترك الخاص بمبادرة من الولايات المتحدة وفرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان. كما أكد ميقاتي أن العبرة تبقى في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيواصل العمل على ضرب حزب الله بكل قوة حتى عودة سكان الشمال إلى منازلهم. كانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد أفادت بأن نتنياهو لم يرد على العرض الأمريكي الفرنسي بشأن وقف العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، وأن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكامل قوته داخل لبنان. حث رئيس الوزراء الأسترالي نحو 15,000 مواطن أسترالي يعيشون في لبنان على المغادرة خشية إغلاق مطار بيروت وصعوبة الإجلاء إذا ساءت الأمور هناك. كما أعرب عن أمله في وقف إطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان. كانت النصيحة منذ شهور عديدة هي الرجاء المغادرة. لا ينبغي للمواطنين الأستراليين السفر إلى لبنان كما يفعلون في الأشهر الأخيرة. لقد تلقينا تحذيرات تفيد بأن الأشخاص يمكنهم المغادرة من خلال شركات الطيران التجارية طالما أن ذلك متاح، ونحن نواصل الدعوة إلى خفض التصعيد. نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار سواء في غزة أو عندما يتعلق الأمر بلبنان. هذا وحذرت السفارة الصينية في بيروت المواطنين الصينيين من السفر إلى لبنان. كما أضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية بأن السفارة فعلت خطة الطوارئ وأصدرت تنبيهات أمنية متعددة وطلبت من مواطنيها السفر في رحلات تجارية للعودة إلى الصين، وذلك بسبب التصعيد المستمر مع عمليات القصف الإسرائيلية على منطقة الجنوب من لبنان. نشرة السادسة متواصلة من القاهرة الإخبارية وفيها بعد الفاصل. 7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفلوجة في جبلية الواقعة شمالي قطاع غزة. سنعود بعد قليل. أهلا بكم من جديد، والآن نذهب إلى تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية.
بطل في امل. ايه اسمك؟ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 11 شهيداً وأكثر من 22 مصاباً بينهم نساء وأطفال في مجزرة إسرائيلية جديدة بحق النازحين في مدرسة الفالوجة في جباليا بشمال قطاع غزة. هذا وقد أفادت وسائل أعلام فلسطينية بأن طيران الجيش الإسرائيلي استهدف بالصواريخ منزلاً مأهولاً بالسكان شرقي خان يونس، مما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين. كما استشهد فلسطينيان بقصف من طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزهور الواقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. هذا وشن الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على منطقة شمال مخيم البريج وسط القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورة في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. كما دهمت كذلك قوات الاحتلال عددا من المنازل مع تحطيم محتوياته، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في حي الطبقة الواقع جنوبي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على أوكرانيا الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل امرأة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت 78 طائرة مسيرة وستة صواريخ فوق مناطق مختلفة في أنحاء البلاد خلال الهجوم الذي استمر لساعات. وأضافت أن الدفاعات الجوية دمرت 66 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم من أي دولة. جاء هذا في مستهل اجتماع عقده بوتين لمجلس الأمن الروسي حضره كبار المسؤولين. وحدد الرئيس الروسي شروط روسيا إلى الانتقال إلى الاستخدام الأسلحة النووية، وقال بشأن ذلك إن موسكو ستدرس الخطوة إذا اكتشفت بدء إطلاق ضخم لصواريخ أو لطائرات مسيرة ضد بلاده أو في حالة الهجوم على بيلاروسيا حتى بالأسلحة التقليدية. كأن يده على الزر النووي، هذا ما توحي به تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن بلاده يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم من أي دولة. بوتين في مستهل اجتماع لمجلس الأمن الروسي حضره كبار المسؤولين حذر من أن أي هجوم تقليدي على روسيا مدعوم من قوة نووية سيعتبر هجوماً مشترك. في ذلك الاجتماع قدمت عدة مقترحات لتغيير العقيدة النووية الروسية، وحدد الرئيس الروسي شروط روسيا للانتقال إلى استخدام الأسلحة النووية بوضوح. هذه الخطوة ستدرسها موسكو وفق تصريحات بوتين حال اكتشافها بدء إطلاق ضخم لصواريخ أو طائرات مسيرة ضدها. الأمر لم يقتصر على التهديدات التي قد توجهها روسيا، فقد حذر بوتين من الإقدام على الخطوة نفسها في حال تعرضت الحليفة والجارة بيلاروسيا لعدوان حتى ولو بأسلحة تقليدية. وخلال الأسابيع الماضية ومع تصاعد الحديث في أروقة الدول الغربية عن السماح لأوكرانيا باستخدام العمق الروسي عبر صواريخ طويلة المدى، كثرت التهديدات الروسية وكثر تلويح موسكو بالسلاح النووي. وحذر رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين من أن استهداف العمق الروسي سيؤدي إلى حرب بالأسلحة النووية، كما أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أعلن مطلع الشهر الحالي أن بلاده ستدخل تعديلات على عقيدتها النووية رداً على مواقف الغرب تجاه الحرب في أوكرانيا. وترتكز العقيدة النووية لموسكو على استخدام القوات الروسية أسلحة نووية في حال تعرضت البلاد لهجوم نووي أو حتى هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة، وفقاً لمرسوم أصدره الرئيس الروسي عام 2020. ورغم أن بعض المحللين يرى أن تكرار التصريحات التي تلوح باستخدام السلاح النووي بدأت تفقد فاعليتها كوسيلة ردع، حذرت الأمم المتحدة من تزايد التلويح باستخدام الأسلحة النووية، واعتبرت التصعيد في هذا الاتجاه مثيراً للقلق.
وإلى السودان، حيث أفاد شهود عيان ومصادر عسكرية بأن الجيش السوداني شن قصفا مدفعيا وجويا في العاصمة السودانية الخرطوم في أكبر عملية له لاستعادة الأراضي هناك من قبضة الدعم السريع. وأشار شهود العيان إلى أن قصفا عنيفا واشتباكات اندلعت خلال محاولة قوات من الجيش عبور جسور تربط المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل منطقة العاصمة الكبرى، وهي الخرطوم وأم درمان وبحري. استعدت ولاية فلوريدا الأمريكية لوصول الإعصار هيلينا اليوم الخميس، والذي يتوقع أن يكون قويا من الفئة الرابعة. وعبر الإعصار هيلين خليج المكسيك، ويتوقع أن يصل إلى اليابسة في شمال غربي ولاية فلوريدا مساء اليوم، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 251 كيلومترا في الساعة وفقا لخبراء الأرصاد الجوية. وأصدرت السلطات أوامر بالإخلاء للكثير من المناطق على ساحل فلوريدا في على خليج المكسيك، كما أعلنت عشرات المناطق إغلاق المدارس هناك. قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن الأزمة الآخذة في التصاعد في الشرق الأوسط تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة. وعدل البنك توقعات النمو إلى 2.8% هذا العام و 3.5% لعام 2025 بانخفاض 0.2 و1.1 نقطة مئوية على الترتيب. وأضاف تقرير للبنك أن ركود إنتاج قطاع التعدين في قزاخستان وأوزبكستان والصراع في قطاع غزة ولبنان والجفاف الشديد في المغرب وتونس كلها عوامل تضغط أيضا صوب تقليص النمو. انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن مستوى عمليات التسريح لا يزال منخفضا. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجعت بمقدار 4000 طلب لتصل إلى 218,000 خلال الأسبوع المنتهي في 21 من سبتمبر. وتوقع خبراء اقتصاد بتسجيل 225,000 طلب جديد. أبلغت الحكومة الأمريكية على معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام دون تعديل وسط قوة الإنفاق الاستهلاكي. وأعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3% خلال الربع الماضي. وتوقع اقتصاديون عدم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليظل عند معدل 3%. أثنى المدير المالي لبنك أوف أمريكا ليستر بورثويك على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد أيام من خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات. ويأتي هذا بعد خفض البنك المركزي الأسبوع الماضي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما يشير إلى انحسار التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنه يتجه نحو المستهدف أو المستوى المستهدف عند 2%. أعلن البنك المركزي السويسري خفض معدلات الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1%. وكان المركزي السويسري أول بنك مركزي كبير يخفض أسعار الفائدة في مارس. ويأتي هذا التخفيض الثالث بعد تخفيض البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. تدرس الصين ضخ ما يصل إلى 142 مليار دولار في أكبر بنوكها الحكومية لزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد المتعثر. وقال أشخاص مطلعون إن التمويل سيأتي بشكل رئيسي من إصدار سندات سيادية خاصة جديدة، وأضافوا بأن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد، وأنها قد تتغير في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي تضخ فيها بجين رأس المال في بنوكها الكبرى.
ارتفعت الأسهم الآسيوية مع انتشار علامات جديدة على قوة أسهم التكنولوجيا في جميع أنحاء آسيا، وتفوق أداء أسهم التكنولوجيا الآسيوية حيث عاود مؤشر الأسهم في المنطقة الارتفاع في وقت سابق من الأسبوع ليتداول عند أعلى مستوى في عامين، وقفز المؤشر نيكي الياباني بنحو 3% بدعم من أسهم شركتي الرقائق العملاقتين طوكيو إلكترون وأدفانتس التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 2.7%. قفزت الأسهم الأوروبية بعد أنباء من أن الصين تبحث عن ضخ أموال في بنوك كبرى، بينما يترقب المستثمرون تصريحات ستدلي بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% ليصل إلى مستوى 534.5% نقطة، مقتربا من أعلى مستوى قياسي سجله وهو 526.66% نقطة. وقدم قطاع التكنولوجيا والموارد الأساسية أكبر داعم للمؤشر مع صعود كل منهما بأكثر من 3%. تراجعت أسعار النفط العالمية وتخلت عن مكاسبها السابقة مع تأثر السوق بأنباء عن تأهب السعودية أكبر مصدري الخام للتخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط في إطار استعدادها لزيادة إنتاجها. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.7% لتصل إلى 72 دولاراً و19 سنتاً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بذات النسبة ليصل إلى 68 دولاراً و51 سنتاً للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب العالمية على قرب مستويات قياسية وسط توقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية لهذا العام. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 6% ليصل إلى 2673 دولارا و21 سنتا للأوقية الواحدة. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2670 دولارا و43 سنتا للأوقية أمس الأربعاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنحو 0.4% لتصل إلى 2696 دولارا و30 سنتا للأوقية الواحدة. انتهت نشرة السادسة من القاهرة عاصمة الخبر، ولم يتبقى فيها إلا التذكرة بأهم العناوين. شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية بطائرة F-35 استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وزير الدفاع الإسرائيلي يصدق على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالب العالم بتحمل المسؤولية عن وقف جرائم إسرائيل وعدم إرسال الأسلحة إليها. إلى هنا انتهت هذه النشرة، ولكن التغطية متواصلة على شاشة القاهرة الإخبارية على مدار 24 ساعة. شكرا لمتابعة حضراتكم. شكرا تامر. شكرا تامر. سلام الله عليكم.